أهلا بكم مشاهدينا، وفقرات هذا صباح متواصلة مع حضراتكم، وفقرة حدث في مثل هذا اليوم. النهاردة الحقيقة بيوافق ذكرى السنوية 139 لميلاد مؤسس المسرح، أو كما يطلق عليه أبو المسرح أو شيخ مؤسسي المسرح، العملاق المسرحي والسينمائي جورج أبيض. جورج أبيض الحقيقة يمكن الأجيال الجديدة ما تعرفوش، لكن الأجيال السينمائية والفنية والمسرحية اللي عصرت هذا العلم الفني أكيد طبعا تتلمذوا على إيده ونهلوا من مدرسته الفنية اللي كان أساسها فرقة مسرحية حملت اسمه. تاريخ جورج أبيض بيرجع إلى العاصمة اللبنانية لبنان اللي ولد فيها في 5 مايو 1880 من أسرة ميسورة الحال، والحقيقة حصل كمان على دبلوم التلغراف سنة 1897، واشتغل تلغرافكي بمحطة السكك الحديدية في بيروت، لكن حلم التمثيل كان بيراوده، قرر أنه هو يترك بلده ويتجه إلى مدينة الإسكندرية، وطبعا والده عارض هذا الحلم بالسفر ورفض إعطائه أي أموال، ما كانش حتى معاه ثمن التذكرة. الحقيقة أنه كمان طموحه خلاه أنه هو يتردد على مسرح الشيخ سلامة حجازي، ويبتدي أنه هو يشارك معاه في بعض المسرحيات بعد ما أعجب بموهبته، وكمان كان عنده طموح أكبر في السفر إلى باريس لدراسة المسرح، وأرسل كذا رسالة للخديوي عباس حلمي الثاني علشان يسافر باريس على نفقة الدولة، لكن في النهاية الخديوي الحقيقة لبى دعوته بعد ما تجاهل رسائله أكثر من مرة لما شافه في عروض مسرحية وأعجب فعلا بموهبته. بعد ما رجع من فرنسا طلب منه زعيم سعد زغلول تمصير المسرح وتقديم أعمال مسرحية مصرية باللغة العربية الفصحى، وأسس فرقة جورج أبيض المسرحية، وقدم 130 مسرحية منها الحاكم بأمر الله، ملكة أورشليم، تاجر البندقية، ترويض النمرة، والشعلة، وصلاح الدين. كمان شارك في السينما في أول فيلم غنائي مصري بعنوان أنشودة الفؤاد عام 1932، وظهر في عدد من الأفلام زي أرض النيل مع أنور وجدي وأنا الشرق، وكان لي دور كبير في إنشاء معهد التمثيل في مصر عام 1930. لسه فقرتنا متواصلة مع حضراتكم، وبعد الفاصل حوار جديد في هذا الصباح، خليكم معنا. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وبنبدأ معاكم حوار جديد في هذا الصباح. الحقيقة في ظل ركود حركة الطيران والسفر والسياحة في العالم كله بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن الحقيقة في الفترة دي ناس كتير جدا كانت شغالة أونلاين، وجهات كتير جدا حرصت أنها تحافظ على مستوى الموظفين لديها علشان ما يفقدوش الموهبة والمهارة والمستوى اللي وصلوا له في مجالهم. من ضمن هذه المجالات مجال السياحة، وبالفعل غرفة شركات السياحة عملت برنامج شامل تدريبي لكل من يحمل كارنيه هذه الغرفة لشركات السياحة علشان توجهه بأهم الإرشادات والتوجيهات والمهارات المطلوبة، ويحافظ على لياقته ومهاراته اللي اكتسبها خلال سنوات عمله في مجال الإرشاد السياحي وفي مجال السياحة بشكل عام. كمان بالتزامن مع ده بدأت الحقيقة وزارة السياحة بتنسيق مع وزارة الآثار في وضع ضوابط بما يتعلق بالإقامة بالفنادق للسياحة الداخلية اللي الدولة بتستعد لعودتها إن شاء الله عن قريب. خلونا نتكلم عن كل هذه الموضوعات مع ضيفنا الخبير السياحي ونقيب السياحيين دكتور باسم حلقة. صباح الخير يا دكتور. أهلا وسهلا، صباح الخير. هنتكلم مع حضرتك بعد ما نتابع تفاصيل أكثر في هذا التقرير. عودة تدريجية للحياة، يبدو أنه عنوان المرحلة المقبلة في الجانب الاقتصادي، خاصة القطاع السياحي،
الحكومة قالت إنها ستسمح للفنادق بإعادة فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية شرط العمل بما لا يزيد على 25% من طاقتها الاستيعابية وسط تطبيق مجموعة من الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا. وكشفت غرفة شركات السياحة عن استراتيجية لتدريب العاملين بشركات السياحة مجانا على العمل التكنولوجي الحديث واستغلال فترة التوقف الحالية بسبب الفيروس. وأضافت الغرفة أن لجنة التدريب بها تجري نحو 15 دورة تدريبية خلال شهر مايو الجاري لتجهيز موظفي الشركات لعودة السياحة في أي وقت بعد زوال الظروف الحالية، حتى يكون القطاع السياحي جاهزا بكل قدراته لاستقبال العمل السياحي. كانت الحكومة أكدت أن الفنادق ملزمة بتوفير عيادة وطبيب مقيم حتى يتسنى لها العودة للعمل وفحص درجات الحرارة بانتظام وتوفير مواد للتعقيم. وشملت الاشتراطات تسجيل الضيوف إلكترونيا وإخضاع العاملين لفحوص سريع للكشف عن الفيروس عند دخول المنتجعات وتوفير طابق بالفندق أو مبنى صغير كمنطقة حجر لحالات الاشتباه أو المكتشف إصابتها بالفيروس. كما ألزمت الحكومة الفنادق بعدم السماح بإقامة أفراح أو حفلات أو أي أنشطة ترفيهية أو تنظيم بوفيهات مفتوحة، وستعتمد مطاعم الفنادق بدلا من ذلك على قوائم أطعمة معدة سلفا وإتاحة مساحات أوسع بين الطاولات. أهلا بكم مرة ثانية. بنبدأ حوارنا مع ضيفنا دكتور باسم حلقة، نقيب السياحيين والخبير السياحي. يعني كلمنا في الأول عن موضوع عودة السياحة الداخلية، الناس يمكن بعد فترة من قعدتها في البيوت مشتاقين بقى أن الحياة ترجع لطبيعتها، أن هم يسافروا يزوروا الأماكن السياحية الجميلة في مصر، خصوصا خلاص أنه الحرارة ابتدت تتحسن، ويمكن بعد رمضان في تخطيط بقى أنه الناس تعوض يعني فترة القعدة في البيت أن هم يستجموا شوية. الضوابط المحطوطة إيه؟ الفنادق بتستقبل أو استعادت إزاي لاستقبال الناس؟ أسعار الغرف برضو والرحلات السياحية تبقى عاملة إزاي؟ كل ده أكيد أسئلة يعني بتدور في أذهان الناس اللي بتخطط لأجازاتها. بداية يعني أنا سعيد بأن الحكومة المصرية بدأت تأخذ خطوات تدريجية لتسيير الحركة السياحية وعودتها مرة أخرى، لارتباطها الحقيقه ب يعني العاملين باعداد كبيره جدا واسرهم تضرروا بشكل كبير. يعني جزء كبير منهم تم تخفيض رواتبه الى يعني يمكن اقل من 50%، في بعض الحالات تم يعني تركها للعمل. طبعا الحكومه المصريه قامت بالاعانات من خلال صندوق في وزاره القوى العامله، لكن ما يعني هذا الدعم لن تستطيع الحكومة أن تستمر فيه، وبالتالي هناك يعني حركة تجاه أن احنا نعيد تشغيل الفنادق والحركة السياحية مرة أخرى ولكن تدريجيا. تمام. احنا هنبدأ ب 25% حجم تشغيل في الفندق، يعني الفندق اللي عنده 100 غرفة يبتدي يسكن فيها بس 25 غرفة. العمالة اللي بتخدم على المنشأة يعني في حدود لا تزيد عن 50% من الطاقة اللي تشتغل بيها، وده الحقيقة عشان ما نعملش فيه تزاحم في المكان السياحي. تمام. طبعا احنا عارفين ان في الفنادق في الاوبن بوفيه، وبالتالي في بيكون في زحام عليه، وبالتالي كان من اهم القرارات ان احنا نلغي الاوبن بوفيه ونكتفي بالالاكارت او القايمه او لسته الطعام اللي بتنزل. من ضمن برضو الاتجاهات عشان برضو نبقى عارفين انه يكون مسافه ما بين على الاقل مترين ما بين الطاوله والتانيه، اكبر طاوله ممكن تشيل 6 افراد من العيله، ويكون على الاقل متر مسافه ما بين كل واحد والتاني قاعد فيها. نقول كمان انه اخذ الاحتياطات الوقائيه في المنشات السياحيه، والحقيقه احنا هنبداها من بدايه بوابات الدخول للمدن السياحيه. ازاي بقى افهم؟ يعني مثلا الاتوبيس السياحي وصل من عند مداخل المدينه نفسها سواء الغردقه او شرم، بيبتدي يقابل جهات تابعه لوزاره الصحه، بتبتدي تعمل تشيك على كل فرد داخل هذه المدينة عشان دي مرحلة أولى نطمن إن هو
غير يعني تشيك بمعنى قياس درجة الحرارة أو بنقيس درجة الحرارة بنشوف طبعا دي شغلة الأطباء هم أدرى بالقصة. لكن هو المفروض أن الضوابط تبدأ من ركوب الأوتوبيس السياحي نفسه. طبعا احنا هنبدأ بقى من البداية خالص فعلا زي ما حضرتك قلت بنبتدي تشيك كشركات سياحة قبل ما يطلع الأوتوبيس. بعد ما بيوصل المحافظة نفسها بتبتدي تشيك قبل ما يخش عندها، وبعد كده قبل ما يخش عند الفندق برضو بيبتدي نعمل تطهير وتعقيم للحقائب بتاعته. تمام. وقبل ما تدخل الفندق بنبتدي نعمل تشيك عليه وهو داخل. وطبعا احنا بنجهز دلوقتي بوابات مخصصة بحيث بوابات تعقيم كل جيست بيبتدي يدخل لازم يعدي على هذه البوابة. بنحاول ان احنا ننهي اجراءاته اونلاين، يعني يبقى جاي وهو عارف الغرفة بتاعته هتبقى فين. يبقى الحجز حتى بالنسبة للرحلة نفسها سواء بالطيران أو بالأوتوبيس تبقى أونلاين، وكمان حجز الغرفة في الفندق تبقى أونلاين أو بالاتصال التليفوني والتنسيق ما بين شركة السياحة وما بين الأوتيل، بحيث يبقوا محددين بالضبط أماكن الغرف اللي هينزل فيها. يمكن حتى الألم اللي بيستعمله الموظفين يبقى كل واحد الألم بتاعه، ما فيش تبادل للأقلام. تعقيم الغرف باستمرار يومياً، تعقيم الأسطح اللي موجودة في الأماكن اللي يعني ممكن يبقى فيها لمس كتير، يعني كل ساعة بيبتدوا يقوموا عليها بعملية تعقيم وتطهير. طيب بالنسبة للعاملين بقى في مجال السياحة نفسه، بالتالي هم ممكن يكونوا أكتر عرضة يعني للإصابة لا قدر الله بسبب طبعا اختلاطهم أو أنهم قاعدين فترة طويلة يعني في هذه المنشآت السياحية بيستقبلوا أو بتتواكب عليهم أسواق سياحية مختلفة. هل بيبقى في موجود مثلا طاقم طبي في كل فندق في كل منشأة سياحية؟ مثلا لا قدر الله غرفة للحجر أو العزل الطبي لو ظهرت أي حالة أو غيره، يعني برضو الموضوع ده هل في الحسبان؟ طبعا يعني عايز أقول لحضرتك أنه يعني غرفة شركات السياحة والأستاذ حسام الشاعر الحقيقة رئيس الغرفة عمل دورات تدريبية وتم تحضير ليها للتوعية وتثقيف العاملين في شركات السياحة. تمام. عبر الأونلاين. أنا آسف. المهم أنه حتى في الفنادق نفسها بيبتدي التدريب على كيفية التعامل مع الجست، أخذ كل الاحتياطات اللازمة في يعني ما بعد كورونا. الوضع بيبقى فيه غاية في الحساسية للحفاظ على حياة وصحة جميع سواء العاملين أو الجست أو الرواد في الفندق. نعم. تم تكليف الفنادق إنها تفضي مبنى خاص للعزل الطبي إن لم يكن، فيكون دور كامل في الفندق في لعزل الحالات المشتبه فيه إصابتها بالكورونا أو مصابة فعلا بالكورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة. تمام. هيتم أيضا مراعاة التباعد الاجتماعي والمسافات الأمنة برضو على الشواطئ أو على حمامات السباحة أو في أماكن اللي هي يعني الحمامات المستخدمة يعني في الفندق. في كل مكان حريصين على التباعد، حتى العمالة اللي شغالة في المنشآت السياحية لما هتنزل أجازة ما بين الأجازة والتانية على الأقل 60 يوم. تمام. فبالتالي إحنا كده أخذنا الاحتياطات الواجبة لاتجاه الوقاية من هذا الفيروس، وأعتقد أنه مع بداية تشغيل السياحة الخارجية كمان هيبقى فيه برضو احتياطات أخرى بتتم في المطارات بداية من أول ما يركب الطيارة بتاعته هناك. ويمكن في اتجاه يمكن في السوق الألماني أنه هم يبتدي قبل الكشف عليه قبل ما يسافر بيومين، والكشف يوم السفر، وبالتالي أول ما يوصل عندنا برضو هنبتدي نتابع مع نفس الخطوات. تمام. طيب نرجع بقى لموضوع التدريب أونلاين. يعني فكرة حلوة أن غرفة شركات السياحة تفكر في أنها تسقي المهارات الموظفين، تحافظ على ما اكتسبوه من مستوى لياقة في مجال السياحة. أهم ما تضمنه يعني هذه التدريبات أو هذه البرامج التدريبية عبر الإنترنت، التفاعل إزاي، استخدام التكنولوجيا والبنية التحتية في مجال السياحة إزاي تم التعامل معه أيضا خلال أزمة فيروس كورونا. هو طبعا في غرفة الشركات في لجنة خاصة بالتدريب برئاسة الأستاذ علي المنستيري الحقيقة، وهي عاملة عدد من البرامج اللي ابتدت بيها
لتدريب العاملين في شركات السياحة. طبعا قرار الغرفة الأخير أنه يبتدي دورات أونلاين للتوعية من فيروس كورونا وكيفية التعامل مع العاملين مع السواح فيها، أو سواء مصريين أو أجانب. بداية زي ما حضرتك عارف أنه بيطلع مندوب من شركة السياحة بالسائق، بيبتدي يستلم المجموعة السياحية، فإزاي يتعامل معاها عن بعد، الانتقالهم من المطار أو من المكان بتاعهم وتسكنهم في الأوتيلات، كل دي إجراءات بتتم، لازم يبقى فيه التوعية إزاي يتعامل بيها، إزاي يبقى فيه مسافة ما بين الجست والتاني، جلوسهم كمان في الأوتوبيسات السياحية لابد أن يكون فيه مسافات متباعدة ما بينهم. إذا كان الأوتوبيس هيشيل 50 راكب يبقى كفاية يبقى فيه 25 راكب كفاية أو أقل كمان. كل الاحتياطات دي حفاظا على العاملين عندنا في القطاع السياحي، وفي نفس الوقت حفاظا على المرتدين من المصريين أو الأجانب. طيب احنا شايفين ان منظمة الصحة العالمية ابتدت تتكلم على انه ضرورة التعايش مع فيروس كورونا للحفاظ على الاقتصاد، وفي نفس الوقت مع الاخذ في الاعتبار بالضوابط الخاصة بالتباعد الاجتماعي والمسافات الامنة والوقاية والتعقيم وغيره. يمكن ده بيفتح الباب لعودة بقى السياحة الخارجية مرة اخرى يعني في العالم كله. ازاي مصر مستعدة لده بعد فترة من طبعا توقف حركة السياحة والسفر، جذب السياحة في الموسم اللي جاي ما بعد كورونا ازاي هيكون شكله، يعني الموسم الجديد اللي جاي واستقبال مصر ليه او استعداد مصر ليه؟ هو الحقيقة مصر طبعا بتستعد لاستقبال السياحة الخارجية، لان احنا عارفين ان هذا يعتبر احد روافد الاقتصاد بتاعنا طبعا اللي بنعتمد عليه. لحسن الحظ الحمد لله يمكن مصر بتيجي من المقاصد السياحية الأولى في جميع الدول اللي بتختار المقاصد الأكثر أمانا، وبالتالي مصر من الدول الآمنة الأكثر أمانا أو الجاذبة للسياحة، وبيبقى في توصيات من هذه الدول إلى المناطق التي ليست فيها هذا الوباء. مع دخول فترة الصيف بتقل فرص الإصابة بفيروس كورونا، وبالتالي مصر تعتبر بطقسها اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهولنا الأكثر أمانا وملاذ آمن فعلا لكتير من السواح. عايز أقول لحضرتك أنه لم يتم إلغاء أي رحلات سياحية كانت موجودة ما قبل كورونا، ولكن تم تأجيلها، يعني ما فيش إلغاء لكن في تأجيل، وبالتالي ده دلالة على حرص السواح ان هم يستكملوا برامجهم السياحية عندنا في مصر. يمكن خلال الفترة اللي جاية اعداد السياحة هتبقى مش بالصورة اللي احنا متصورينها، لانها هتمشي تدريجيا لغاية ما تزداد، ويمكن يعني بالتعايش مع كورونا، وطبعا دي مش أول مرة العالم يواجه مثل هذه الفيروسات. احنا كنا عارفين انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير، وبالتالي لكن المرة دي برضو الموضوع مختلف، يعني دي جائحة، يعني ملايين الأشخاص في العالم أصيبوا، يمكن أكثر من 3.5 مليون إصابة حتى الآن في العالم كله. دي حقيقة، ولكن يمكن المراكز أو المعامل الطبية والأبحاث شغالة على هذا الفيروس بقوة، وبدأت تظهر بوادر خير. ويمكن إحنا امبارح أنا بسمع أنه لأول مرة الصين لا تسجل حالة وفاة، النتيجة زيرو، فده مبشر خير. كتير من الدول دلوقتي بتصدر لقاحات مواجهة لفيروس كورونا، وده الحقيقة برضو مطمئن لينا احنا كمان في السياحة ولينا في مصر. فعايز اطمن المصريين واقول لهم انه حياتنا ان شاء الله هتمشي طبيعية، يمكن هتمشي تدريجيا، وعارفين ان احنا زهقنا من قعدة البيت وعايزين نبتدي نشوف بالزبط الانتاج، وداخلين بقى على اعياد خلاص في اخر رمضان، ويعني فتره الصيف بقى بيبقى فيها دايما سفر. يعني كلمنا بقى على الاسعار هتبقى عامله ازاي، لانه الناس اللي هي بتخطط انها تسافر السواحل الشواطئ في الاجازات اللي جايه او الاعياد فتره الاعياد. احنا طبعا ما نقدرش نقول لحد ما يسافرش، بالعكس احنا كلنا زهقانين وعايزين نطلع على المصايف والرحلات، ولكن لابد أن نحتاط جميعا، يعني نحافظ على تطهير الأماكن اللي احنا
هنقيم فيها سواء بيحجزوا شقق مصرفية أو في الأوتيلات. عملية يعني كل واحد يأكل بالأدوات الطعام الخاصة به، ما فيش داعي يبقى في خلط فيها. التطهير وتعقيم الأماكن ما يبقى في تباعد، حتى وإحنا على الشواطئ نبقى برضو يعني كأسرة حتى يبقى في مسافات مناسبة ما بيننا وما بين بعض. تمام. بحيث ما يبقاش في أي إصابات، وأي حد يشعر بأنه في تعب أو في بوادر علامات حتى لو هو يعني مش متأكد منها، مش هيخسر حاجة لو هو توجه لأقرب طبيب وبدأ يطمن لنفسه، لأنه بيحمي نفسه. لكن يا دكتور أسرته. الأسعار نفسها هتبقى أعلى من قبل كورونا؟ شوف حضرتك، احنا عندنا تكاليف معينة للفندق مثلا. لما توزع هذه التكاليف على 100% من عدد الغرف بتكون الأسعار أقل. لكن النهاردة اللي معروض من طاقة الفندق هو 25%، وهتزيد ل50 تدريجيا يعني. وبالتالي توزيع التكاليف التشغيل بتاعة الفندق على هذا العدد البسيط، وبالتالي هيكون سبب في زيادة ارتفاع التكلفة. أنا من وجهة نظري شايف كده، وشايف كمان انه يمكن، لكن هو ممكن يكون التشغيل على قد ال 25%، يعني عدد العاملين اللي بيخدموا على 25% اقل، فبالتالي تبقى لا هو التشغيل يعني عشان ما تبقاش التكلفه عاليه على المصريين. السياحه الداخليه اصلها يعني دايما بتبقى المنقذ في اوقات الازمات للسياحه، يعني يمكن فتره الركود السياحي اللي حصلت قبل كده كانت السياحه الداخليه هي اللي مشغله قطاع السياحه. ده حقيقي، لكن خلي بال حضرتك من حاجة، إنه المنشأة السياحية عندها مصاريف كهرباء، عندها تأمينات للعاملين، دي كلها حاجات مش هتنزل. التكاليف المية، الغاز، المطبخ شغال عشان يعمل زي ما بيعمل أكل لمجموعة قليلة زي ما بيعمل أكل لمجموعة كبيرة. طب هو على قد 25% فقط كل ده؟ دي تكاليف الأكل بس، لكن احنا بنتكلم مصاريف تشغيل منشأة كاملة. تمام. وبالتالي هي التكاليف مش هتزيد كتير يعني أو تقل كتير، فهي هي نفس التكاليف. بس احنا بنقول إيه؟ إنه بداية تدوير حركة السياحة وفرص العمالة الكبيرة اللي بتشتغل في هذا القطاع إنها تبتدي تتحرك طبعاً. اقتصادياً على الأقل، إن إحنا نوفر فلوس لنغطي بيها الخسائر الفترة اللي فاتت، العمالة نحد شوية من الخسائر. وأعتقد إنه يعني مش هيستمر هذا الوضع كتير. والحقيقة إنه كمان الدولة كانت يعني حكيمة في قراراتها إنها دعمت المنشآت السياحية والعاملين في مجال السياحة، حرصت على إنهم ما يتأثروش بفترة الركود خلال أزمة كورونا. دي حقيقة طبعا، وإحنا بنوجه الشكر طبعا لمعالي رئيس الوزراء وسيادة الرئيس على اهتمامهم بهذا القطاع، وبنوجه شكر كمان سواء لمعالي وزير السياحة أو وزير القوى العاملة، لأن هم فعلا لأول مرة يتم رعاية ومتابعة العاملين في القطاع السياحي. والحقيقة ده ادانا روح من القوة في أننا فعلا عايزين نعود بقوة عشان نقدر نساعد في تنمية العجلة الاقتصادية. ويكفي السياحيين فخرا بأنه يعني اهتمام الدولة بيهم، لأنه انت عارف حضرتك خلال السبع أو الثمان سنوات الماضية مروا بظروف صعبة جدا. بالزبط. وبالتالي كان هناك في النهاية يعني رعاية من الدولة ليهم. بنتمنى الحقيقة السلامة للجميع، وبنتمنى تعافي هذا القطاع الهام قطاع السياحة، وأن المصريين يقضوا أجازات ممتعة إن شاء الله الفترة اللي جاية. بشكر حضرتك جدا دكتور باسم حلقة، نقيب السياحيين والخبير السياحي، شكرا جزيلا. شكرا. لسه متواصلين مع حضراتكم مشاهدينا، خلونا نتعرف على أهم أخبار عالم المال والأعمال في هذه الوقفة الاقتصادية مع كريمة الحلبي.